غير أقيان. حول الرسول لهم سب وإقبال. هم اليمانون طاب الفال والحال. بوفدهم ولهم قدر وإجلال. قوم إذا قالوا فالقول أفعال. وإنهم خاضوا حربا فأبطالوا. للدين هم مدد كانوا وما زالوا. بعزهم وبهم تعتز أجيال. يا أول الغيث بشرى الخير أقيال. حول الرسول لهم أحد أقيال وعظماء اليمن، ويعد آخر ملوك كندة اليمانية. من السابقين الأولين إلى الإسلام، كان سيداً وجيهاً وكريماً سمحاً ومليكاً مطاعاً. وهو من أعظم الفاتحين مع الخلفاء الراشدين. شارك في كل المعارك قائداً مقداماً. وهو أول أمير في الإسلام على إقليم أذربيجان. وكان لخبرته السياسية والقيادية دورهما الكبير في صناعة تاريخه المجيد. شخصيتنا لهذا اليوم هو قيل كندة الأشعث بن قيس بن معدي كريب الكندي. تعصب الأشعث بن قيس بتاج الملك وشارك في الحكم منذ عهد أبيه الملك قيس بن معدي كرب ملك كندة وحضرموت. أسلم الأشعث وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم منذ وقت مبكر وهو باليمن، فكان من السابقين الأولين للإسلام. وظل الإسلام ينتشر بكندة رويدا رويدا. وفي السنة التاسعة للهجرة انطلق ملك كندة الأشعث بن قيس من حضرموت على رأس وفد يتكون من 80 رجلا من وجهاء وأعيان كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. وقبل وصولهم رجلوا شعورهم واكتحلوا وأصابوا من الطيب أحسنه، ولبسوا الجبب المخططة لباس الأقيال وكفكفوها بالحرير، فتقدموا في أحسن هيئة وأبهى طلة. فخرج أهل المدينة يستقبلونهم حتى قال قائلهم: ما رأيت أحسن منهم، وكيف لا يأخذون زينتهم وهم سيفيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلوا وهم يزملون: جادت لنا العيس من أعراب ذي يمن، تغور غورا بنا من بعد أن جادي، حتى أنخن بجنب الهضب من ملل إلى الرسول الأمين الصادق الهادي. دخل الأشعث بن قيس ورجال كندة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن وفودهم للإسلام، فقد أسلموا قبل مجيئهم بزمن. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستغربا: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال الحرير في أعناقكم؟ فعمدوا على الأشرطة التي تزين فتحة العنق في جببهم، فمزقوا الحرير وألقوه ابتغاء مرضات الله عز وجل. ثم قال الأشعث: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت بنو آكل المرار. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث، وكانا تاجرين إذا سافر بين العرب فسئل ممن أنتم؟ قالا: نحن بنو آكل المرار ينتسبون إلى كندة ليعزى في البلاد الغريبة، لأن كندة كانوا ملوكا. وأيضا للنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة من بني حجر آكل المرار، وهي أم كلاب بن مرة، وإياها قصد الأشعث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا، أي لا ننتسب إلى أمنا، فالرجل ينتسب إلى آبائه. أقام قيس في المدينة ومن معه فترة، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلالها. وتوجت تلك الفترة بزواج ملك كندة الأشعث بن قيس
على أخت أبي بكر الصديق أم فروة، وكان ذلك اليوم يوما مشهودا، حتى قيل ذلك يوم كعيد الأضحى من كثرة ما نحر قيس من الأنعام وجعلها وليمة لعرسه، ولم يبق بيت في المدينة إلا وأصاب من لحم وليمتهم. عاد الأشعث إلى قومه مع الوفد الذي جاء معه إلى حضرموت، ثم عاد وافدا مرة أخرى في السنة العاشرة في 30 راكبا من كندة. وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة من أخت ملك كندة الأشعث بن قيس، واسمها السيدة قتيلة بنت قيس بن معدي كرب الكندية، زوجه إياها الأشعث وكانت في اليمن. وقبل أن ترتحل إليه وصل خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل والعلم عند الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أن تخير، فإن شاءت ضرب عليها الحجاب وحرمت على المؤمنين، وإن شاءت تزوجت فاختارت أن يضرب عليها الحجاب وحرمت على المؤمنين، وتوفيت بعد سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطار بعض المؤرخين بخبر ردة الأشعث، ولم تكن ردة، بل كانت كندة كسائر قبائل اليمن ثابتة على الدين، وإنما وقعت فتنة بسبب ناقة. وأصل الحكاية أن زياد رضي الله تعالى عنه عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرموت أخطأ، فأخذ من بين نوق الصدقة ناقة لرجل من بني عمرو ليست من نصاب الصدقة، ثم وسمها بميسام الصدقة خطأ، فسار إليه جماعة من بني عمرو إلى تريم حيث الناقة، أخذوا ناقتهم، ومع خطأ صنيع بني عمرو من أخذهم الناقة بهذه الطريقة، إلا أن زيادا عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الموقف، قام بالإغارة على بني عمرو في وادي حضرموت في قريتهم، فقاتلهم وسبى نساءهم وأخذ غنائمهم، ومر بمكان الأشعث بن قيس، فاستغاثت نساء بني عمرو بالأشعث ملك كندة، فأغار على زياد واستنقذ النساء منه، ودخل زياد تريم فحاصرها الأشعث. أجمع بنو معاوية بن كندة والسكاسك وبقية قبائل حضرموت على استنكار ما قام به زياد بن لبيد وتأييد الأشعث، وبينهم أكثر من 100 صحابي، وحاصروا زياد بن لبيد مع الأشعث ولم يلحقوا به أي ضرر، وإنما اكتفوا بمحاصرته. وصل الخبر إلى خليفة المسلمين أبي بكر الصديق، أرسل المهاجر بن أمية إلى حضرموت ومعه كتاب إلى الأشعث ملخصه أن يعزل زيادا، فقال إني أعزله وأولي عليكم من تحبون، وولى المهاجر على أمر الصدقة. وهذا دليل على أن الصديق رضي الله تعالى عنه خطأ عمل زياد رضي الله تعالى عنه، والحق هو عزل زياد، فانصاع الأشعث ومن معه لأمر خليفة المسلمين، ورجع زياد إلى أبي بكر الصديق، ثم انطلق الأشعث بعد ذلك إلى أبي بكر فقبل منه تفسير ما حدث. هذه نبذة عن حياة الأشعث قبل انطلاقه للفتوحات الإسلامية وتسطيره أروع البطولات في سبيل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام، وهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. ولنتذكر قول الأشعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتتكافأ دماؤنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لو قتلت رجلا من باهلة لقتلتك به. يا أول البيت بشرى الخير أقيال، حول الرسول لهم سب وإقبال.